نجاوب بقى على الاستفسارات، ايه اللي هيحصل في رمضان السنه دي؟ الاسئله اللي بتجي لنا، يا ترى هيبقى في توزيع كراتين السنه دي ولا لا؟ وجبات افطار، حالات انسانيه، هو كل ده هنحاول نوفره. بخصوص الكراتين رمضان، احنا لحد دلوقتي مستنيين عروض الشركات، علشان الكرتونه اللي كنا بنجيبها ده كانت ب 50 جنيه، دلوقتي الكرتونه بقت ب 300 جنيه وما فيهاش مكونات كتير، يعني المكونات ما تكفيش اكل يوم واحد. فاحنا لسه في مرحله تداول، ان احنا يا اما نعمل كراتين يا اما نخليها وجبات افطار طول الشهر وخلاص. فلسه هنعرف وهنجاوب عليكم، واحنا اول باول يعني اي حاجه بنعملها بننزلها وبنتابعكم اول باول فيها، فما تقلقوش من ده. والحالات الانسانيه، اي حاله انسانيه بعتت حالتها عن طريق الرسائل احنا هنعرضها للناس اللي عايزه تساعد. بخصوص ان احنا ما بقاش في رقم فودافون كاش، لا، هنزل لكم رقم بديل لاتصالات كاش للي حابب يرسل التبرعات، لان انتوا دلوقتي بقيتوا تستسهلوا ارسال التبرعات عن طريق المحافظ الالكترونيه اكتر من انكم تبعتوا مسجات. تمام، انا معاكم في الموضوع ده، واحنا خلاص جاري تحضير محفظه جديده وان شاء الله هتبعتوا عليها. دي كانت اغلب الاستفسارات، وهطلع لكم فيديوهات تاني باي حاجه جديده ممكن تحصل معانا كفريق.